من بيئة التحديات سكيلز استقبلوا ألعاب التاج. عالقون بالحجر المنزلي، تتسلقون على الحيطان، الخروج الوحيد من البيت هو فقط مع الكلب، أصحاب اليوم فقط بلافتة من بعيد. تعالوا وتعرفوا على أصدقائكم الجدد لفترة الحجر المنزلي. انضموا إلينا إلى ملعب الألعاب في بوابة بيئة التحديات سكيلز. تعالوا للعب ومنافسة أصدقائكم لنرى من منكم سيصل إلى قاعة الشهرة. وحوشنا تنتظركم لتهتموا بها وتنموا. هل حصلتم على وحش الكورونا؟ هذا هو الوقت لبدء اللعب. بنكمل مع البلاتورة، بس المرة رح نتعمق فيها كمان شوي. من قبل تعرفنا على التزامن اللي هو وقوع حدثين مع بعض وبنفس الوقت، وشفنا علشان انه نركب قوانين التزامن لازم نكتب كل قانون لحاله، يعني قانونان او اكثر فيه نفس السبب بس النتيجة مختلفة. طيب، تعرفوا قوانين، تعرفوا تزامن بطريقة ثانية؟ فكروا معي كيف ممكن انه نربط بين النتائج بقانون واحد، يعني بجملة واحدة. فكروا معي، فكروا 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 فكرتوا فيه. حلو، ممتاز. اذا عرفته بكلمات الربط، بكلمة الربط وايضا. اذا بواسطة وايضا ممكن انه نربط عدة نتائج مع بعض وبنفس القانون. تذكروا انه بجملة الربط لما يكون في عنا وايضا، كل الجملة بتتحقق، كل النتائج بتحقق، مش نتيجة او نتيجة لا. تعالوا نشوف مع بعض كيف ممكن انه نستعمل كلمة وايضا بالبلاتورة، وكيف هالربط ممكن يساعدنا بالحل والوصول للهدف. عالشاشة في عنا 8 مربعات باللون الأزرق و 8 دوائر باللون البرتقالي. هاي اشي موجود عنا، عطونيها في المرحلة. مهمتنا عشان نتخطى المرحلة لازم يكون عنا بس مربعين باللون الأزرق وأربع دوائر باللون البرتقالي. يعني عشان نتخطى هاي المرحلة ونفوز ونجمع نقاط، لازم بس يكون عنا على الشاشة 4 دوائر باللون البرتقالي من 8 ومربعين باللون الأزرق كمان من 8. كيف منحقق وشو بنعمل؟ لازمنا نعين ونحدد ونكمل القوانين. قبل ما ننتقل على شاشة القوانين، بدي أحكي لكم شغلة. شايفين هاي الخط الأسود؟ هاي الخط الأسود هو الزمن. شو يعني الزمن؟ يعني بمجرد إن انتقلنا لشاشة القوانين وكملنا القوانين هناك ورجعنا على الشاشة الرئيسية، شاشة اللعب مشان نلعب أوكي ونفحص حالنا، ببلش بيمشي حوالين الشاشة خط أسود اللي هو عبارة عن الزمن. إذا خلصنا اللعبة وحققنا هدفنا قبل ما الخط الأسود المستقيم الأسود يلف حوالين الشاشة، بنكون نجحنا. أما إذا خلص أو انتهى الوقت، يعني الأسود الخط الأسود مشى حوالين الشاشة وإحنا مش محققين هدفنا، بنكون خسرنا. تعالوا معي نشوف وننتقل لشاشة القوانين. بمجرد الضغط على الدائرة الحمراء هون احنا بننتقل لشاشة القوانين. عنا قانونين، القانون الأول والقانون الثاني. الثالث هو مش قانون عادي، هو قانون توقف. غير هيك في عنا، إذا شايفين هون، صندوق الأوامر، صندوق البطاقات. شو يعني صندوق البطاقات؟ يعني هاي البطاقات بدنا نستعملهن عشان نكمل الأوامر الموجودات عنا. وين ما انتو شايفين في عنا علامة سؤال، بطاقة فاضية، احنا بدنا نكملها من صندوق القوانين البطاقات. تعالوا نشوف القانون الأول شو بحكي لنا. القانون الأول بحكي هيك: عندما بطاقة ناقصة الضغط على، يعني لما نضغط على إشي، إذن السبب رح يكون نتيجة الضغط على إشي إنه
مربع أزرق يختفي. متأسفة، هاي أنا أضيفها. إذن لما نضغط على بطاقة معينة المربع الأزرق رايح إيش يصير فيه، وكمان لما إحنا نضغط على دائرة برتقالية نتيجة الضغط على الدائرة البرتقالية راح يكون عنا كمان سبب نتيجة ثانية. السبب هو الضغط على الدائرة البرتقالية، والنتيجة هاي السبب نتيجة الضغط راح يتكون عنا نتيجة مختلفة. تعالوا نفكر مع بعضنا شو بنقدر نعمل. اتذكروا انه في عندي على الشاشة 8 مربعات باللون الازرق و8 دوائر باللون البرتقالي، واحنا عمليا بدنا ننقص من عددهم ليصيروا 2 و4. فاحنا لازم نخفي وننقص من الاشكال اللي على الشاشة. احنا بحاجة لامر اخفاء، بدنا نقول له اخفي المربع الازرق امتى؟ اذا ايش نقرنا على مربع ازرق. بس اذا نقرنا على الدائرة البرتقالية شو بدنا تعمل؟ اذا اخفي ايش الدائرة البرتقالية. عمليا احنا هيك كملنا قانونين مختلفين، في لكل قانون سبب ونتيجة. القانون الأول السبب هو راح يكون الضغط على مربع أزرق، والنتيجة إذن مربع أزرق رايح يختفي. والقانون الثاني بحكي لنا هيك إنه إذا عندما نضغط على دائرة برتقالية السبب إذن رايح دائرة برتقالية تختفي، لأنه إحنا بدنا نقلل من عدد الدوائر البرتقالية والمربعات الزرق. اتذكروا انه اذا نسينا هيك نسينا شو كل بطاقة بتعمل، مجرد انه نوقف عليها هيك بتعطينا اسمها. اوكي، ظل عنا القانون الثالث. القانون الثالث حكينا انه هو قانون مختلف شوي. القانون الثالث عمليا هو قانون التوقف. تعالوا نشرحه. عندما عدد المربعات الزرقاء يساوي 2، وأيضا شو يعني وأيضا؟ إحنا ربطنا بين نتيجتين، بين هدفين. في عنا هنا قانونين ربطناهن في بعض، صارت عنا جملة قانون واحد مكون من نتيجتين. وأيضا عدد الدوائر البرتقالية يساوي 4. بس إذا تحقق الشرطين هذولا، النتيجتين هذول اللي هن نتيجة الضغط على مربع أزرق والضغط على دائرة برتقالية، بس لما يتحققن إذن اللعبة تتوقف. إذن إمتى بتتوقف لعبتنا؟ ممتازين، لما بس يكون عنا مربعين باللون الأزرق وأيضا دائرتين 4 دوائر باللون البرتقالي. نفحص حالنا. يلا اتذكروا وانتبهوا على الخط الأسود، الوقت، التوقيت. يلا لازم أصيد مربعات ودوائر. أوب، زكتك زكت زكتت زكتك. واي 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 واي. يلا يلا بسرعة 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 بسرعة، معاني معيش وقت. يلا يلا أوب أوب زكتك زكتك. يلا 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 يلا. عدوا معي كداش ضايل. واي واي شو ضايلنا. بتعرفوا شو صار معي؟ بتعرفوا شو صار معي؟ انا ضغطت اكثر من اللازم على ايش؟ على الدوائر البرتقالية. احنا هدفنا ايش؟ مربعين باللون الازرق واربع دوائر باللون البرتقالي. تعالوا نعمل هيك إشي، نرجع لقانون التوقف ونحكي له أعمل لي المرحلة كمان مرة. شوفه، تعالوا نتخلص من يلا 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 يلا. ساعدوني ساعدوني ساعدوني، اكبسوا معي ساعدوني.
ساعدوني. أربع دوائر باللون البرتقالي بتتخلص. أوه انتبهوا، شو صار عندي؟ خلصت المرحلة. أنا حققت بالضغط على الدوائر البرتقالي والمربع الأزرق، المربعات الزرق، أنا حققت الهدف إنه بس يظل عندي على الشاشة أربع دوائر باللون البرتقالي أو مربعين باللون الأزرق. انتبهوا للخط الأسود، انتبهوا، ما خلصش. يعني إيش؟ أنا جمعت ثلاث نجوم ماشي وانتقلت للمرحلة الجاي. إذن شو؟ خلصنا؟ خلص درسنا لليوم؟ طيب مش مهم، تعالوا مع بعضنا نتعرف شو كان عنا اليوم، شو تعلمنا وشو عملنا. اليوم لعبنا كثير كثير وتعلمنا خلال لعبتنا، مظبوط؟ يعني احنا هيك دمجنا بين اللعب وبين التعليم. خلال لعبنا تعرفنا على مصطلح التزامن، عرفنا والتزامن وكمان كلمة الربط، وأيضا عرفنا كيف نستعملهن جوا ألعاب البلاتورة وكيف إنهن بيساعدنا في حل المراحل واستكمال القوانين والوصول لهدفنا علشان نكسب كثير كثير نقاط ونجوم. شو كمان كان في عنا اليوم؟ عملنا فعالية كثير مسلية، تسليتوا معي صح؟ صح. وغير هيك إحنا حلينا مراحل مع بعضنا. طيب في عندي كمان مفاجأة لإلكم، مفاجأة. مفاجأة، ليش مستغربين؟ تعالوا معي نشوف المفاجأة. استقبلوا مفاجأة وتحدي دومينو. دومينو أنا كثير بحبه، وإنتو؟ طيب شوفوا معي شو هو التحدي وكيف لازم نرتب قطع الدومينو. قطع الدومينو بنرتبهن بالضبط بالضبط مثل ما هو واضح عندكم بالفيديو تحت. كبسي وحدي هيك بحركة واحدة لازم تسقطوا كل قطع الدومينو، مش تغشوا، نفس الشكل بالضبط. طبعا هاي اللعبة بتقدروا انتو واهلكم تتسلوا فيها اليوم، اوكي؟ بتقدروا كمان صوروا حالكم، صوروا التحدي، شاركوا اصحابكم وبجوز كمان معلمينكم. ما تنسوش، كنت معكم أنا ريهام منصور في درس التزامن وكلمات الربط وأيضا في البلاتورة، بألعاب البلاتورة. تنسوش أنكم تقدروا كمان تلعبوا في البلاتورة، مش بس وقت الدرس، تقدروا تفوتوا عليها أمتى ما بدكم وتجمعوا نقاط كثير. بدي أشوفكم في التحديات الأخيرة، في المسابقات الأخيرة. باي باي. تعالوا وتعرفوا على أصدقائكم الجدد لفترة الحجر المنزلي، وحوشنا تنتظركم لتهتموا بها وتنمو. هل حصلتم على وحش الكورونا؟ هذا هو الوقت لبدء اللعب.